انت مش جاي معانا ولا ايه؟ بولا بتسال عليك وبدات تزعل. اخويا مستنيني بره، نازل على فكره، اقف معاه اتكلم شويه وبعدين ابقى احصلك. طيب انت حر، سلام. خانيت انا وابوك شويه وبعدين فهم ظروفي فسكت. واختك؟ ولا مالها؟ بتجيب فلوسها منين؟ السياحه يا دكتور، السياحه. بالمناسبه انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابكوا يا ولاد الكلب؟ ايه اللي جابكوا؟ انت مش جاي عشان تمنع فضيحه ممكن تشوشر على مستقبلك العظيم؟ خلاص روح شوف لك طريقه تلم بيها الموضوع وتطلع ابوك وارجع مطرح ما كنت شدنا في علمك. مساء الخير يا مدام. مخفيفين يا واد بقالك اسبوع. ابدا يا مدام بولا، الحكايه كلها ان انا كنت مشغول مع اخويا اللي لسه راجع من اوروبا. هو ده اخوك اللي واقف هناك؟ ايوه مدام، بالاذن بقى هبقى اجي لحضرتك بكره. بكره فين يا شاطر؟ اركب يا مدام بولا. ما خلاص بقى اركب. علاء علاء
انا كنت جايلك من نفس الليله حتى سالي طارق. ما قدرتش استنى لغايه ما تجيني من نفسك. اصلك وحشتني. على فين يا حاضر؟ لو سمحت اخويا علاء دخل عندكم من لحظه مع الهانم اللي لسه داخل هنا. مفيش حد هنا اسمه علاء ومفيش هوانم دخلوا هنا. لسه شايفهم بعناية. طب يلا اطلع بره يلا وريني عرض الكهف كامش. طيب 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 ما تزعلش نفسك انا ماشي. الفلوس يا واد. ما انا قلت لحضرتك يا مدام تديني مهله. والمهله فاتت وفات بعدها باسبوعين. فاكرني ايه روح اهلك؟ قاعده على بنك ولا فاتحه سبيل للصيه على زي؟ اسبوع واحد يا مدام، اسبوع واحد والفلوس هتكون عندك وده وعد شرف. شرف مين يا حبيبي؟ شرف بابا ولا شرف المرحومه؟ لا ما اسمحلكيش. انت ليكي عندي فلوس وهجيبها لك، غير كده مالكيش حاجه عندي. يا حبيبي وزعلان كمان؟ شوف يا واد، انت جيت وبوست رجلي علشان اطولك بضاعه وقلت لي انك لازم توزع علشان خاطر تجيب مزاجك. صعبت عليا وطولتك، رحت بسلامتك شميت البضاعه كلها. ابدا والله يا مدام، الحكايه كلها ان في ناس خدوا مني بضاعه ولسه ما سددوش. كداب واصل وشك واخبارك كلها واصله عندي اول باول. بعدين انا ما يهمنيش بعت البضاعه ولا رميتها في النيل ولا شمتها، انا اللي يهمني فلوسي المئة ألف جنيه. حاضر يا مدام، أنا هعدي عليهم في البيوت واحد واحد عشان أجيب الفلوس. حاضر يا مدام، بس اديني فرصة أسبوع واحد. آخر فرصة، أسبوع واحد باليوم. بالثانية. تضمن مين يا مهشتك أنت؟ على رأي المثل غراب ضمن حداية. خوليو سيب له أمارة تفكره. دراعي يا ولاد الكلب دراعي. حق يا ماما، وصلت الكسف الدراع. معلش يا علاء يا حبيبي، تاخد كاس من بابا توني؟ بوليس مدام. بوليس؟ ازاي؟ ايه الحقيقة يا توني؟ ما تخافيش يا مدام، المكان نظيف، كل شيء تمام. تعالى معاك. أنت متأكد إن أخوك موجود هنا يا دكتور؟ متأكد تماما. كاتب خير. الدكتور بيقول إن أخوه أجبر على دخول الفيلا دي وشاكك إنه بيتعرض للخطر. أخوك؟ مين أخوك يا دكتور؟ علاء. دخل هنا من نص ساعة وكان معاه. في ايه يا توني؟ البوليس هنا بيعمل ايه؟ علاء هو يا حضرة الضابط محدش أكبره على حاجة أبدا، ده صديق قديم بنسهر مع بعض دايما. أنت أنا بإرادتك يا أستاذ علاء؟ طبعا. في أي حد تعرض لك ولا حاول يأذيك؟ أبدا. يبقى اتأكد واسأل أخوك الأول قبل ما تعمل لنشطة تقلب الدنيا يا دكتور. آسفين يا جماعة. يلا يا أخوان. كدبت ليه يا علاء؟ ومين الناس دول؟ وايه علاقتك بيهم بالظبط؟ انت ايه اللي جابك ورايا؟ مالك ومالي؟ ما قلت لك سيبني في حالي. انا مش هتنقل خطوه من هنا لو انت معايا. والاول لازم اعرف ايه حكايتك مع الناس دول. حرموه يهوى بهنا تاني وارموه هو في الشارع. سناء سناء سناء
الأول أختك وبعدين أنت والوالد المحترم من قبلكم، عيلتي السعيدة المشرفة. مين الناس الحسالة اللي أنت ملموم عليهم دول يا فندي؟ ومتورط معاهم في إيه بالظبط؟ أنا نازل. اتنيل اقعد مطرحك. هاخدك على أي مستشفى تشوف دراعك المكسور.